الرحيم، أنا ولد عيسى فاطمة. اليوم العالمي للمرأة الريفية، رحنا دايرين معرض في المشور. الخدمة تاعنا مرحبا بكم، اللي بغى يجي يتقدم يا لأسر المشور. رحنا دايرين معرض تاع المرأة الريفية، والخدمة تاعنا هيا قدامكم تشوفوها. ما الاختصاص نتاعكم؟ اختصاص نخدموا لي طابي، نخدموا الطابقه الزربيه هاي قدامكم، نخدموا بالحلفه بالصوف، ونخدموا الخياطه، نخدموا كامل. المراه الريفيه تخدم اي حاجه، تخدموا كل انواع ياك، كل انواع مام الاسومه مام كل شيء نخدموهم. شحال هذه من مده انت؟ هذه بالك كانت عندي 18، راني في مده بالك 50 عام ولا في هذا المهن وهذه الخدمه. بارك في ايامك. هو راه قدامكم تشوفوا الخدمه، هيا قدامكم، مرحبا بكم. ايوا هذه هي، روحوا عندنا رحنا في المشوار في الأسفل.